التدريب متغيره، ما فيش مدرب بيبقى موجود في مكان واحد على طول. في نفس الوقت وجودي مع المنتخب الاولمبي، اكيد المنتخب الاولمبي برضه حاجه كبيره، فانا ليا هدف في موضوع ان شاء الله اولمبيات البرازيل، ده هدف اتمنى ان شاء الله ان انا انجح برضه تبقى اضافه ليا وفي سكيلي موضوع تاهل اولمبيات باذن الله. لكن اي مدرب بيبقى عنده متغيرات في حياته ما بيبقاش موجود على طول.